طيب حضرتك شايف ده هيكون تأثيره ازاي على التنافسية في الدوري الإنجليزي، ويعني تأثيره على التطوير اللي ممكن يحصل من خلاله في الدوري اكيد هيبقى لو ليه تم تطبيق القرار يعني؟ اكيد هيبقى ليه تاثير، بس ده في نقطتين مهمتين مهمين جدا لازم نتكلم فيهم. النقطه الاولى ان الاجتماع اللي بيحصل دلوقتي للدوري الانجليزي، رابطه الدوري الانجليزي، اكيد في اعتراض من رابطه اللاعبين المحترفين المحترفين، صحيح. اه ده حصل بالفعل تقريبا. لان رابطه اللاعبين المحترفين عايزين الاسعار دي تبقى كبيره، لان الاسعار اللي تبقى كبيره دي تبقى يعني في صالح اللاعبين، هتبقى في صالح الوكلاء، هتبقى في صالح المصاريف اللي بتتصرف على انتقالات اللاعبين. النقطة الثانية ان لازم الفرق الكبيرة، فرقة بحجم مانشستر سيتي لما يكون عندها نجوم كبيرة جدا زي وولتر، زي دي بروين، زي برناردو سيلفا، زي فيل فودن، دي اسماء كبيرة جدا، لما يكون الاندية كبيرة عايزة تشتري لعيبة باسماء كبيرة، لان ده بيفرق معاها كتير جدا، ان هي نسبة المشاهدة، لان بتدر اموال كتيرة جدا على الاندية، حقوق البث اللي بتاخدها بتاخد فلوس كتيرة جدا، فدي اكيد بتفرق كتير جدا مع الاندية الكبيرة، اندية بحجم مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، تشيلسي، ارسنال، ليفربول، توتنهام هوتسبير، كل الانديه دي اكيد مش عايزه القرار ده، لان هي عايزه تشتري لعيبه بمبالغ كبيره، لان عارفه ان المبالغ اللي هتدفعها في اللعيبه اكيد هترجع لها اضعاف اضعاف، لان الكوره دلوقتي زي ما اتكلمنا قبل كده ان هي الكوره دلوقتي بقت بيزنس اكتر، لانه يعني كل ملاك الانديه الكبيره طبعا كلهم ناس بتوع بيزنس، فعارفين ان هم بيجيب لعيب قد كده عشان عارف ان هو هيحصل على اضعاف اضعاف من اللعيب ده، وخصوصا ان رابطه الدوري الانجليزي اتكلمت وقالت ان كل ده عايزين القرار اللي هو بتاع تحديد سقف سواء اللاعبين او الوكلاء او الانتقالات او كل ده عشان يحل محل القرار اللي بيتاخد دايما بقواعد اللعب المالي النظيف، واللي حصل واثر تاثير كبير جدا على ايفرتون، نوتنغهام فورست، وخصم منهم نقاط، لان قانون الدوري الانجليزي ان اي فريق يحصل له خساره ماليه تتعدى ال 105 مليون جنيه استرليني في خلال 3 سنوات فيخصم منه نقاط، وده اللي حصل مع ايفرتون ومع نوتنغهام فورست.